طبعا زي ما احنا شايفين من امام المجلس القومي لرعايه اسر الشهداء والمصابين، انا عايز بس انبه حاجه لوزير الماليه ووزير اللي هو الصندوق المسؤول عن الصندوق. ناس كتير قوي متواجده لغايه دلوقتي مش عارفين ياخدوا حقوقهم، وكمان الموظفين عاملين اضراب ازاي وانت اصلا موجود عشان تخدم المواطن وتدي له حقه. ناس كتير اهالي شهداء واهالي مصابين ومصابين كتير، انا واحد من ضمن الناس المصابين لغايه دلوقتي مش عارف اخد حقي من هذا الدوله، انا مش عارف نعمل ايه. نداء لكل المحامين، محامين الثوره، الشباب بتوع الثوره اللي قالوا ان احنا محامين الثوره ونقف مع اهالي الشهداء واهالي المصابين، عايزين العمل، انزلوا اعملوا دلوقتي. في حاله خطيره جدا متواجده امام المركز القومي، مفيش اي مساعدات. نتمنى المساعدات تنزل دلوقتي، تنزلوا تساعدوا الناس ازاي تاخد حقوق، انت كمصري ازاي تاخد حقوق. وانا باسم ائتلاف اقباط مصر هنبدا نعمل حمله متخصصه لهذا الموضوع، ان احنا نيجي هنا ونهتم بالمصابين واهالي الشهداء. هنعمل ايه ولا هنروح فين؟ ازاي نوصل لهم؟ هي دي مصر، هي دي مصر. قال لك احنا صرفنا المصابين والشهداء، صرفوا الشيكات ومحدش صرف، اهم واقفين كلهم اهم المصابين والشهداء ماشي، وخدوا اصول الورق وضحكين علينا وعاطينا الصور. اصول الورق راحوا فين؟ التقوا لو ادونا الاصول نودوها لاي جهه حكوميه. ماشي ماشي. انا ما حدش انا من السبب، انا ما حدش صرف لحاجه، وانا دلوقتي اني ما بشوفش بيها وتعبان، وانا دلوقتي عايزه حاجه عشان اجيب قطرات. انا اسمي محمود احمد مصطفى عبد العزيز، يوم 17/12 يوم السبت في احداث مجلس الوزراء حضرتك انا كنت واقف عند مجمع التحرير، مره واحده الجيش هجم علينا فمشيت من شارع القصر لان لقيت قوات صاعقه وقفت، بقول له يا باشا انا ماليش دعوه انا واقف، راح ماسكني ضاربني على دماغي بالحديده وسحلوني وضربوني ودخلوني في قلب مجلس الشعب تحت القبه. انا حضرتك انا مقدم ورقي بقالي شهر وزياده، حضرتك لغايه دلوقتي ولا اتصلوا بيا ولا عملوا لي اي حاجه ولا صرفوا لي اي حاجه. حضرتك في قطع في صباع اهوت حضرتك من الضربه، ده حضرتك عسكري قطع لي صباع بالسمك بتاع السلاح، قطع لي صباع بالسمك بتاع السلاح، وغير الضرب والكهرباء حضرتك في قلب مجلس الشعب ضربونا وسحلونا. الشيخ اتضرب دوت يوم الجمعه بالليل كان هو بيصلي حضرتك. انا حضرتك انا مين اللي هيجيب لي حق؟ انا عاوز حق 28/1 جمعه الغضب عملت صرفت 7000 جنيه من التضامن الاجتماعي، انا عندي نسبه عجز في اعضاء من رجليا واقعه، عملت تظلم ورحت الكوميسيون الطبي في مجالس الطبيه ادالي نسبه 35%، جيت قدمته هنا قالوا لي لا ما ينفعش وروح الكوميسيون العسكري، رحت الكوميسيون العسكري عملت برضه الكوميسيون غضب لحضرتك، فقالوا لي روح اكتب رقم التليفون بتاعك وتفضل احنا بنتصل بيك، مفيش حد اتصل بيا. جيت هنا قدمت مرتين، عملت هنا مرتين، قدمت اول مره الورق بتاعي ما فيش حد اتصل بيا خالص. نعم بالتباطؤ وسعادتك نسبه العجز وفي قالوا تقارير الصور، يعني يمكن عملت 4 مرات أو 5 مرات يا فندم الصوره هي نسبه العجز هي 35%، دي المجالس الطبيه. ماشي، وهو عامل رسم عضلات يأكد على كده، احنا مش بلطجيه ولا كده. 25/2 رحت اتحجزت في المستشفى، رحت اتحجزت في المستشفى 8 ايام وخرجت، كتبوا لي اللي انا قعدت يوم واحد في التقرير. بص حضرتك التقرير بتاع شهر 2 وجيت في محمد محمود خدت طلقتين بلي وخدت طلقه حقيقيه في رجلي في السمانه، وجيت عملت كوميسيون طبي وقدمت في المحافظه بقى لي 5 شهور وقت لحد بجري وما فيش اي حاجه، ما خدتش جنيه، كان معايا 25,000 جنيه اول ما طلعت من المستشفى صرفتهم، ولا في شغل ولا في مشغله. ميه انا اعمل ايه دلوقتي انا بقى؟ انا مصاب من اول خمسه معايا تقريرين صرفوا بس ما صرفتش جنيه، ما صرفتش جنيه، التقرير التاني اهوت
واخد ضرب في دراعي ودماغي كانت واخده، واخد طالق في دماغي والدنيا خربانه معايا، ما خدتش جنيه. انا اسمي محمد غنيمي، اول من هاجم البلطجيه في عبد المنعم رياض وحامل احمد الشحات، قدمت ورقي وقدمت التقرير الطبي اللي انا مصاب بطلق ناري، انا لغايه دلوقتي ما صرفتش جنيه واحد. في ناس صرفت، في ناس انا من ضمنهم لسه ما صرفناش حاجه خالص ومش عارفين ورقنا فين. نروح الماليه حضرتك، قالوا لنا في الماليه تعالوا هنا اللي هو المجلس القومي للمصابين وشهداء الثوره. جينا حضرتك هنا، الموظفين طبعا مش اول حاجه عايز اتكلم عليه، الموظفين مش موجودين، يعني المفروض يبقى واحد قاعد على الكمبيوتر اسم كده يعرفنا اسامينا. لقينا الباب مقفول، سليم لقينا الباب مقفول. فين يا جماعه الموظفين؟ قال الموظفين ما جوش، وفي ناس بتيجي براحتها، في ناس بتيجي الساعه 1 الساعه 12 استنوهم بقى اقعدوا. فحضرتك في ناس جايه من الساعه 9 ومن الساعه 8 قاعدين لغايه وقتنا هذا مش عارفين ورقنا فين. وحضرتك النصيبه الكبيره اللي في احنا، انا واحد في ناس زيي مقدمه اصوله الكلام ده، يعني التقرير الطبي الاصلي، انا واحد من الناس زيي، في ناس زيي زي ما انت سامع حضرتك كده، ناس زيي برضه مقدمين الاصوله. فطبعا هل احنا ضايعين؟ الورق ده ضاع، ما احنا مش لاقيين حد يكلمنا دلوقتي. فهل ده يعني دي الحقوق؟ دي كده الله اكبر الله اعظم، هل دي تكمله الحقوق؟ احنا عايزين نكمل حقوقنا، هم عملوا حاجه يكملوها للاخر، لكن احنا حضرتك لغايه دلوقتي ما خدناش جنيه واحد ومش عارفين على اساس المصابين والشهداء صرفوا وعامل تقرير التقارير هم على التلفزيون بيقول لك صرفوا، وباجي من يجي ما لقوش حد صرف ولا لا حاجه من اللي هم بيقولوا عليها في التلفزيون بتحصل. قد زي ما حضرتك شايف العالم كلها المصابين هم، ما فيش حد صرف ولا حد عمل حاجه. صور العالم ماشي، وده من الطب الشرعي ان هو في رعش في عينيا ماشي ومركب شرايح ومسامير، والورق بتاعنا الاصول عندهم، وعملت كوميسيون في المستشفى العسكري تحت كوبري القبه، ومفيش حاجه حصلت من دراستي. يعني انا مستني فلوس، انا مستني حاجه، انا عايز اثبت اسمي ورجلي، وش رجلي كله طار، ورجلي الثانيه اتبهدلت برضه. وساعتها خدونا على المستشفى الميداني اللي في التحرير، ربطوا لي رجلي وخلاص، ورجليا كانت مليانه ازاز، حصل فيها تلوث وغرغرينه. بعد كده رحت القصر العيني بطروا لي رجلي، واخد بال حضرتك؟ وبعد كده جيت قدمت هنا التقرير الطبي بتاعي، وقدمت هنا ورقي، وعملت كوميسيون، ولحد دلوقتي انا ما صرفتش اي حاجه ولا خدت اي حاجه. انا صرفت على رجلي دي، صرفت على رجلي اليمين دي اللي اتصابت لا يقل عن 50,000 جنيه من ولادي ومن اهل الخير. ما حدش من الحكومه ساعدني، ولا حد من الحكومه اداني حاجه، ولا حد وقف جنب مني، وبعاني عشان اجي هنا اسال. اروح وزاره الماليه يقولوا لي لا انت اسمك ما جاش واسمك في الكوميسيون، اجي الكوميسيون زي ما حضرتك شايفه مقفلين البيبان ومش عارفين نتكلم مع الموظفين ومش عارفين نعمل ايه.